الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود الطقس مغبر نوعا ما مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، أما الرطوبة 49%، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أسرع. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني ضعيف يجلب معه نوعا ما الأجواء المغبرة بشكل خفيف وارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. إربد تسجل 28 إلى 15، المفرق 31 إلى 15، جرش 28 إلى 13، وعجلون 26 إلى 12. المنطقة الوسطى البلقاء 29 إلى 15، العاصمة عمان 28 إلى 15، الزرقاء 30 إلى 16، مأدبة 29 إلى 16، أما البحر الميت 34 إلى 21. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 13، الطفيلة 27 إلى 14، نفس الحرارة في الشوبك ومعان 30 إلى 16، أما العقبة 38 إلى 21. المنطقة الشرقية أرويش 36 إلى 15، صفاوي 35 إلى 16، والأزرق 36 إلى 17. إلى اللقاء.